قال زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر إنه يوافق على الحوار إذا كان علنيا ويستبعد كل المشاركين في العمليات السياسية السابقة. في ظل الأزمة القائمة بين كتلة التيار الصدري وتحالف الإطار التنسيقي، وأوضح الصدر في بيان نشره اليوم أو أمس الثلاثاء على حسابه في تويتر أن أول خطوة للإصلاح التدريجي هي عدم مشاركة الوجوه القديمة وأحزابها وأشخاصها في الحكومة المقبلة، وأكد أنه يوافق على الحوار إذا كان علنيا ومن أجل إبعاد كل المشاركين في العمليات السياسية والانتخابية السابقة ومحاسبة الفاسدين تحت غطاء قضاء نزيه على حد تعبيره. في هذا الموضوع ينضم إلينا عبر سكايب جاسم الشمري الكاتب والمحلل السياسي. دكتور، بداية أهلا بك معنا. قبل قراءة ما ورد في هذه التغريدة للسيد الصدر، هل كنت تتوقع في هذا التوقيت تحديدا أن يخرج الرجل ويدلي بدلوه وهو الذي اعتزل الحياة السياسية؟ نعم، شكرا لكم. أنا أعتقد أنه خروج يعني خطاب الزعيم الصدري كان متوقعا، ذلك لأن دعوة ممثل الأمين العام في الأمم المتحدة بلاسخارت يعني كانت دعوة للحوار، والصدر كما معلوم هو في موقف لا يحسد عليه بعد أن قدم نوابه استقالتهم من البرلمان العراقي وبعد أن أقرت المحكمة الاتحادية تلك الاستقالة، وبالتالي وجد الرجل نفسه خارج الملعب السياسي العراقي، وقد ربما جاءته هذه الدعوة الأممية هي كطوق نجاة لخروج التيار الصدري من حالة الانخناق السياسي التي يعاني منها بسبب الخطأ الكبير الذي ارتكبه التيار بتقديم استقالاتهم الجماعية من البرلمان. وكيف تقرأ أيضا يعني ما ورد في إطار هذه العودة؟ هو يتحدث عن الحوار وضرورة هذا الحوار، ولكنه يضع بعض الشروط من ضمنها وأهمها طبعا أن يكون هذا الحوار علنيا وأن يستبعد كذلك المشاركين في العملية السياسية السابقة، مع العلم أن الصدريين أيضا كانوا في العملية السياسية السابقة. يعني بداية الملاحظة التي ذكرتها جنابك هي دقيقة جدا، يعني هل هم سيستبعدون من العملية السياسية؟ هذا كلام حقيقة يعني كلام من لا يريد أن يصل إلى حل. مثلا بالأمس الإطار التنسيقي يدعو أنصاره للخروج بمظاهرات من أجل التعجيل بتشكيل حكومة، وأيضا حدد مهلة 10 أيام للكرد من أجل تقديم مرشحهم لرئاسة الجمهورية، وعليه أعتقد أنه كلا الطرفين الإطار التنسيقي بزعامة المالكي والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر لا يريدان الحوار، لأنه كما تحدثنا مرارا هناك حالة عداء واضحة بين الرجلين، ولو انجر هذا العداء على حساب الشعب العراقي لكن يبدو أنهما يريدان بقاء حالة التشنج بينهما، وبالتالي لا الإطار التنسيقي يريد حوارا مع التيار الصدري ولا التيار الصدري بهذه الشروط يمكن أن يكون ضمن دائرة الحوار. من هم الذين لم يشتركوا في العملية السياسية؟ كل الأحزاب الموجودة في المشهد السياسي العراقي من المشاركين الآن هم جزء من العملية السياسية السابقة بما فيهم التيار الصدري. مع من يتحاور السيد مقتدى الصدر؟ أعتقد أنه هذه دعوة عبثية، وعليه ربما هو إما أن يريد إصلاح كما يدعي أو هو يريد البقاء في الملعب السياسي. إن أراد البقاء في الملعب السياسي فدعوته بعدم الحوار مع المشاركين بالعملية السياسية هي دعوة عبثية، لأنهم جميعا مشتركون بالعملية السياسية، ربما بعض النواب قلائل من المستقلين بين هلالين، وإما هو يريد أن يبقى ضمن المعارضة، وهذا الأمر نقض بدليل قبوله بالمشاركة بالحوار، وعليه
لا ندري ما الذي يريده السيد مقتدى الصدر، هل يريد المشاركة أو عدم المشاركة، وفي كلا الحالتين كما أثبتنا هذا الأمر غير منطقي، وعليه أعتقد أن التيار الصدري في مأزق حقيقي سياسي لا يدري كيف يعني يتصرف مع. لكن فيما يتعلق بهذا الحوار، يعني هو نحن شاهدنا على مدار الأيام الماضية أو الأسابيع الأخيرة على الأقل، كانت هنالك مجموعة من الحوارات التي تمت واستبعد فيها الصدر لأنه كان يضع بعض الشروط، لكن اليوم من يعني في حال تطبيق هذا الحوار بهذه الشروط، من الذي سيرعى هذا الحوار، وثم ما هي آليات هذا الحوار التي يريدها مقتدى الصدر طالما أنه سيكون حوار علني؟ هذا يعني هذا الكلام حقيقي حقيقة كلام جدلي، وهذه شروط تعجيزية كمن يطلب من أي إنسان أن يسبح على البر، هذا كلام غير منطقي، كيف يمكن أن يتحاور مع شخصيات لم تشترك في العملية السياسية؟ يعني هل يمكنك وأنت متابع جيد للشأن العراقي أن تخرج لي شخصية عراقية من المشاركين بالعملية السياسية وفي ذات الوقت يريد الصدر أن يتحاور معه؟ هذا كلام غريب، يعني هذه جدلية غريبة، وعليه أعتقد أنه هذا الطلب ولد ميتا، وعليه أعتقد أنه الأمر هو من باب المناحرات السياسية لا أكثر ولا أقل، ولا يمكن أن يطبق، ولا يمكن لأي طرف داخلي أو خارجي يقبل لنفسه ويحترم عقله أن يكون جزءا من هكذا حوار، لأنه حوار ولد ميتا. طيب، هو يعني مسألة الحديث عن علنية الحوار أساسا هي ليست مسألة جديدة، سبق لمقتدى الصدر أن طلب بالحوارات العلنية سابقا، أضف لذلك أنه يطالب بمحاسبة الفاسدين، وأيضا هذه المسألة ليست مسألة جديدة بالنسبة لمقتدى الصدر، هو طالب بمحاسبة الفاسدين، لكن من في العراق يعني سيحاسب الفاسدين؟ من سيقول لفلان إنك أنت يعني أحد الفاسدين وتجب هنا محاسبتك؟ يعني يفترض بالحالة الطبيعية يفترض القضاء هو الذي يعني يكون هو الفيصل في مثل هذه الأمور، لكن كما تعلم جنابك غالبية القضاء العراقي مسيس وليس بأكمله، وعليه طالما هنالك ضغوطات سياسية على القرار القضائي عليه لا يمكن أن نتصور محاسبة فلان وفلان. يعني ربما نتابع بعض الشخصيات من المحافظين السابقين أو المدراء العامين السابقين تمت التضحية بهم من قبل هذا الطرف أو ذاك من أجل تهدئة الشارع العراقي، وبالذات نحن نتحدث عن غليان شعبي متنامي، يعني بين مظاهرة ومظاهرة هنالك مظاهرة في العراق، وآخرها المظاهرات التي جرت يعني في الأول من هذا الشهر، وبعدها بيومين مظاهرات في الناصرية، ورأينا كيف أن المتظاهرين وقيل أنهم مجموعة من المخربين حرقوا البنايات التابعة لمحافظة الناصرية، وعليه أعتقد أن القضية ليست قضية من يحاكم من، القضية يفترض بداية أن تكون هنالك حكومة وطنية تنفيذية عراقية، وهذه الحكومة التنفيذية العراقية هي التي يعني تصدر أو تقدم طلبات إلى القضاء العراقي من أجل محاسبة أو التحقيق مع فلان وفلان من المتورطين، وهذه الحالة غير موجودة الآن، وعليها أعتقد نحن ندور في حلقة مفرغة، وهذه الحلقة لا نعرف ما هي مخارجها، من أين تبدأ بداية هذه الحلقة، أين نهايتها، وعليه نحن في حالة جدل مستمر منذ عام 2005 وحتى اليوم، ولا يمكن مع هذه الحالة غير واضحة أن نجد حلولا منطقية أو وصولا إلى حوار يجمع الجميع. لكن دكتور أيضا يعني هو يقول إنه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يتعرض لضغوط هائلة بشأن الأمن في العراق، ما هي الرسائل التي يريدها مقتدى الصدر من وراء هكذا تصريح؟ معلوم هنالك تقارب ما بين التيار الصدري والرئيس حكومة رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي، ربما يشير بهذا الأمر
إلى أنه يفترض بكم أن تقللوا من الهجمات المستمرة وبالذات من الفصائل الولائية على رئيس الحكومة حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي. وربما يشير أن من بعض شروطه أن يكون مصطفى الكاظمي رئيسا لوزراء للمرحلة المقبلة، وتعلم أن الإطار التنسيقي يصر بوضوح على بقاء محمد الشاع السوداني رئيسا للحكومة القادمة كمرشح للإطار. وهذه نعود لذات كلام نظرية الجدل ما بين الصدر والمالكي. أنا أعتقد أن القضية ستمضي الحكومة المقبلة برئاسة السوداني، وربما كما ذكرت سابقا سنشهد صولة فرسان جديدة ضد التيار الصدري، لكن هذه المرة ليست بقيادة المالكي مباشرة وإنما بقيادة المالكي بطريقة غير مباشرة عبر رئيس وزراء محمد الشياع السوداني، وهذا الذي يتخوف منه التيار الصدري.